يقول: هناك من يقول بصحة وجود الجماعات والفرق التي لها أتباع كثيرون، مستدلا بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم أتباعا، هل كثرة الأتباع تدل على صحة المنهج؟ الأتباع على الحق، الأتباع على الحق، ما هو الأتباع على الهوى والبدع والشركيات، لا، الأتباع على الحق. نعم، الذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الفرق كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا اللي ينجو من هذه الفرق، ما عداها فهو متوعد بالنار على حسب ما هو عليه من بدعة أو من شرك أو من معصية. نعم.